عزيزي. أعوذ بالله، شان فوائد الحياة الجنسية، شنو هذه؟ هذا وانا كنسول اميهو بنسولهم نقول لهم اشنو هما فوائد الحياه الجنسيه. كاين فوائد في انا نشوف الحياه الجنسيه فيها غير دمار. الانسان اولا كيفرغ الطاقه ديالو، كيعيا، كيضيع وقته، كان لازم له يدواش، كان لازم له يضيع الكهرباء، ويلي ويلي ويلي. عرفتي اميهو، واحد مسكين طلع عندي البارح قال لي انا عزيز عليا نعس مع مراتي، ومراتي ولكن ما كتبغيش. علاش؟ حيت قال لك كل مره فاش كنبغي نعسو خاصها تنوض تغسل شعرها وتحيد الجنابه. ويلي عرفتي وهي عندها الشعر طويل يعني كل نهار خاصها تغسل داك الشعر وتنشفو، كتقول لي لا بالنقص. هو على ينكحها في شعرها. ولا هي دابا هو اللي نعس معاها اها خاصها تغسل من الجنابه، والجنابه خاصها تفزك الشعر، وهي ما بغاش تفزك الشعر حيت دارها لي البروشينغ. اه وهذه مسلمة مرتو، اه مسلمة. كيفاش يديروا؟ لازم تجيب له صبية. هطلقها طلقها. واخويا انا عرفتي هو باش كنت كنعاود ليهم دابا كنت كنعاود. اش قلت له؟ هذه راه عندها واحدة كما تقولوا انتم في المغرب يعمل لها كاش حاجة، كيفاش؟ عندها كشي واحد يقلب فيها، ما فهمتش انا اميهو. عندها سي صاحبها يقدر يعمل معاها الاخرين. فهمت؟ هذه غير مبرر، سيرتو هذو المدينين هذو واعرين في التبريرات. ويلي ويلي، هذه عندها كاش واحد كاش ما يعمل معاها، وراهي كارهه منه، كتقول له كان ولا هدد. واش اسمع اسمع، واقيلا كاين هنايا الاخ. عرفتي اش كنت كنعاود لهم دابا اميهوب؟ كنت كنقول لهم كيفاش لانه المرأة ما عندهاش الحق تخون راجلها؟ لا تعرفي، وفيما يخص الجنس حتى الصيام ما عندهاش الحق تصوم بلا إذنه. هي دي فراسي. ايوا كيفاش تقول له هذه؟ كتقولي باللي مدينه. نو نو، هذه ما ماشي مدينه، هذه والله العظيم لا عندها كاش واحد امام ديال الجامع ولا المؤذن يقول لها الله اكبر. انت كيأذن ويلي ويلي ويلي، ما قلتيلوش هاتي انا كنت تماك، هذه قولي له مستحيل. واميهو راك عرفتيني انا ما كنحاول زعما ما نهضرش في الدين هنايا ولا نجبد لهم الدين، ولكن ما كيخلونيش اميهو ولكن بلادي، كيخلوني. كنت تقولي له، وهذه تعرفيها انت كحاجه، كيفاش المرأة تقول لك هذا الكلام؟ هذا لا مستحيل. وشوف ميهوب، انا بان وحده ما عزيزش عليها لو سيكس، لي سيكسوفوب هذه عرفناها كاينه، ولكن باش دير صباط الشعار ميهوب والغزيل لا ويا نتفهمها ميهوب، نتفهمها وحق الله لا نتفهمها ميهوب. يعني يقول لك هذه راهي تجيب دير غير في المبررات، راهي دير غير في لي زيكسكوز، ماهيش حابه تنعس معاه وخلاص بكل بساطه. كبسوا جماعة، كبسوا الجماعة. شوفوا هذاك الجزائري فاتني، لا لا يقدر يكون الجزائري تابعيني. شوفوا الملحدة دي. قلت لي كيغسل فمه، كي بلي بلي الدونتيفريس وحدها ما تنحيش الريحه. تقولي لهم هادشي ولا ما تقولي لهمش؟ كيفاش الدونتيفريس ما ينحيش الريحة؟ ريحة ما الا كنت كالي توم ولا يعني الاخرى، مثلا ماشي بالضروره انه فمك يبقى فيها ريحه الاخرى. قلت له باللي يعني لازم تقولي له ما تصالح، لانه بزاف ناس محاسبين غير بالماء، ولا دير هكا وتقط غير تضرب وتخرج تروح منك الريحه. قولوا بلا ديما كنقول عليهم امي هوب، ديما كنقول لهم هالعار غسلوا فمكم، هالعار عباد الله دوشوا، هالعار ديودورون كيدير غير دو اورو دو اورو، رشونا عباد الله راس خل الحال دابا. هادشي كنقول عليهم، تنحاولوا نقولوها ليهم. عرفتي كنت كنعاود لهم امي هوب؟ كنت كنعاود لهم على الطريقة تاع الكونيلانغوست. ويلي هذه وشنو هذه؟ انا ما نعرفش، انا اماتير وعندي بزاف من اللي بلعت الحانوت هتصور، ما كنعرفش غير أوه. شرحي العلي انا. والو انا كيفاش يقولوا بلي احنا في غليظه نقولوا بوجادي؟ عارفين شنو يقول لك؟ هذا زعما والو مسكين ما كيعرف والو، يعرف غير كيما الرسول كيدخل يخرج وصافي. كيشد بالفوقية. راه قالوا لي، قال لي شنو هو الكوني لانجويس؟ قلت لهم هو الحس، أعوذ بالله. قلت لهم هو الحس ماشي المصان تاع ديال الذكر، ماشي لا فيلاسيون. هذيك لا فيلاسيون المصان، ولكن الكوني لانجويس هو اللسان. وقلت لهم الراجل اللي كيعرف يستعمل اللسان ديالو سي ماجيسيان، ورناهم الطريقة. ها انا اعرف واحد جزائري كانت معاه وحده في الدبي، بصح عندها بزاف، يعني عندها بلوس دي 25.
كانت معاه وعلى جال هذا اللي سميتي هذا هذا الحية اللي هضرتي عليها هذه، أيا راح تعلي. وكون هاني هوب ما نقولش، ما نعرفش انا هاد الصوالح خاطين. أيا هو كان يحب هي تدير له هذوك الصوالح، بصح هو ما يحبش يدير لها، قال لها حرام في الإسلام، قال لها احنا مسلمين ما نطيحوش، قال لها ما نسجدوش ما نسجدوش لهذيك المكان هذيك. والله كيما نقول لك، أيا رحت عليه ورحت معاه صاحبه، أيا وصاحبه هذا دار لها هذوك الصوالح، أيا قتلوا، وقع مشكل بين الجزائري تاني كيفه. قال هذا، قال لها يكذب عليك هذا الجزائري، قال احنا الجزائرية قال نديروا كلش، قال هذا غير بوجادي مسكين. أيا راه طلعت عندي وحده البارحه ميهوب وقالتها لي، قالت لي يا راه راجلها نهار قالت لي يحس ليها قال اعق معق، استغفر الله ولا قلت حول. لها راه، وقلت لهم راه الا ما لحستوش لعيالاتكم ما تمشي تقلب على اللي يحس ليها. ما يفهموش هذا اللي معناها، احنا ما راناش نهضروا على برك ما يفهموناش، يروحوا يلحسوا كاش حاجه، ولا انا نهضروا على الحس تاع الودنين بلاك يفهموا كاش حاجه وحده اخرى، هذا بس انا نفهم نهضروا يا اخو. الله يهديكم. you make my day يا ميوب. ايوا وين تعرف هذا، على بالك دوك يامنونا يقول لك ابو يقول كاش حاجه، ولا استغفر الله واتوب اليه. لا عندكم الاخوان هاي كيتنز عليكم داكشي علاش كنهضروا اللي في بالكم واللي في بالنا، احنا دايره لكم فوائد الحياه الجنسيه. ولكن صح ميوب هادي ما عملني صراحه، ما عملني سولتها واش الرسول كان كيلحس، الله اعلم الرسول ما قالوهاش في الاحاديث، مانيش عارفه كان يلحس، نعرفه بلي كان يمص لسان عائشه، هذه هي عرفتي انا، ولكن الحس ما هضروش عليها. ويلي بالك مانيش عارفه تما، الا كان باسكو الرسول الله يلحس لازم يلحس لهم كاع حتى السوداء، ولا الا يلحس لا يلحس السوداء مسكينه 64 عام، انه العدل فهمتي، من لحس لواحدة فلي يحس لهم كلهم. كانت واعرة والله، 21 واحدة سيقدوا يلحس لا يفوت عليهم فين الا واحدة، كاين غير مرة عليهم بغسل واحد، بالك هذه هي، بالك كان بالك هذه اللي قصدوا بها، بالك كان يلحس لهم على بها ما كان ما يتغسلش، يقدر يمكن. الله لا يحفظ، هذه خاصة نسولو الدكتور خالد عليها. استغفر الله واتوب اليه. الله يهديك. يا ودي يا ودي. وعندك يعني شوف كيتجاوبوا معك الناس، كاين الناس اللي يسمعوا، كاين اللي يحبوا المواضيع هذه. أنا يلاه افتح دابا اللايف، يلاه فتحته. أويلي. وما بقاوش يعني، والناس ولاو كيطلعوا كيسولوني، الناس ولاو بغاو يتعلموا. البارحه اميهو بزاف النساء، عرفتي وحده صيفطات لي قالت لي شكرا هنا حليتي لي عيني على بزاف تاع الحوايج، حسيت براسي كنت غبيه 20 سنه. والله ما فهمش علاش كتبات لي داك الميساج، قلت لها علاش، قالت لي انا اللي اللايف ديالك حل لي عيني بزاف. يا مانيش عارف، انا نشوف، انا جربت هذا الشيء هذا في تطبيق اخر، وما نكذبش عليك، نزيدوا جوله حتى يطلع اللايف ل1000، كبسوا يا جماعه تطلع 100000. قلت لك جربته في الاخرين، وانا كنت نسالهم، بصح ما انا ما نكذبش عليك، انا جبت كما يسمى بين قوسين اهل الاختصاص، جبت بسيكولوج وجبت طبيب فقط على الاستشاره، وما نكذبش عليك يعني تشوكيت من ردة الفعل، والناس كانوا يحبوا هاد، تخيلي كانوا دكاترة ناس متعلمين، كان واحد وحنا انت كي تهضري على كيما يقولوا على اللاكت، كاين مصيبة واحدة أخرى أنا هضرت عليها وخلعتني، هي باسكو بزاف تبان بلي سهلة، وسيرتو هادو اللي بانوا رجلة وكلش، هي هذيك الكومينيكاسيون نتاع الحب وكلش، هذيك فيها بالك مشكله كثار من هذا الصوالح هذو اللي كتهضري عليهم، مشاكل في سميتهم هاد الاشياء هاد.
بك فيها واحد الوقت كان واحد، ونتفكرها بلا ما نذكر الاسماء، كان واحد كان مؤثر كثير، كان هي يهدر يعشق فيه النساء. اي خطره عرفته بوحده، باسكو هو في الجزائر وهي تسكن فرنسا، فهمتي؟ وعشقت فيه، راهو بريفي بعد نص ساعه رجعت لي، تعرفي واش قالت لي؟ قالت لي هذا هيثم ماشي بنادم، والله العظيم. وي باسكو خرج على الكونفور زون تاعو، انت يعني فكي يهدر في السياسه، يهدر في الدين، يهدر في الفلسفه، يهدر سي كيلكان كان مي غير انفرح معاها يعني، وقيلا في الاخرين بغى يدير كاش حاجه، انت ما عرفش كيفاش يكومينيكي معاها، كيفاش كيدخلوا في وهذه مشكله كبيره، ما يعرفوش كيفاش يعبروا على على لي سونتيمون، الفيدباك هذوك، كيفاش يعطيها كومبليمون، كلش مشكل كبير 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 فرونشمون. يعني ما مش عارف تسموه انتم في هذه الخدمه تاعكم هذه، ما قبل التسخين ولا وشنو، اللي يشوف مو ولا وشنو، لي بريليمينير وي، وهما هما امبورطون للمراه تاع المداعبه، وقبل المداعبه ثاني، يعني ماشي شرط مداعبه تاع اللمس، قبل اللمس ثاني الكلمات انت باش المراه يكون عندها لك تعرفي كما يقولوا لو جيست، لازم واحد يشري الورد يبوس مرته، كيفاش يهضر معاها، كيفاش يسقسيها، دي كاسيون اللي يخليها تحس انها اعوذ بالله اختي، ممكن تهضري قدام وليدك على الحس، استغفر الله واتوب اليه. اه يما قول له روح بعد غلق عليه، ولا طلعي كاش ديري في كاش كاش وغلق عليه بالله عليه، استغفر الله. عرفتي شي واحد النهار طلع عندي واحد امي هوب وكيسولني على مراته، قال لي ودي راه كتكسح وهادي، قلت ليه هو راه خاصك اصلا، قلت ليه دير لي بريليمينير المداعبه، قال لي راه كنديرها، قلت ليه شحال على الوقت، قال لي جوج دقائق، قال لي كنديرو تقريبا جوج دقائق، قلت ليه شنو هي دوك جوج دقائق؟ شنو تكسح هذه؟ اه تكسح وشنو تكسح؟ يعني ما كت قال لك ناشفه، مراته ناشفه يعني ما كت، هذا والو هذا راه يدخل حسب كراج، هذا راه على النورمال ويلي مليون، حسب كراج هذا قال لك يبوسها جوج دقائق دير كرونومتر. يعني وهذيك قبل يجيب لها ورده ولا يدير لها اتاي ولا يدير لها مشروب ولا هذيك ما يعرفهاش. لا دابا راه البارح قلناها اليوم، قلنا ليهم خاصكم تكونوا لا غالونتري، راه مزيانه تجيب ورده كارش، كيقول لك انتم ماتيرياليست، واش طال الورد تحت عليك الله، انت سير قطعي مشي جرد عطى الله الورد في الزناقي وجيبها، راه صافي بليزير، ولا لي جيست، ولا تجيب لها اي قهيوه ولا اتاي ولا امو، تكتب غير ان بوستيت، كتب ان بوستيت جو تام ولا شي حاجه وحطوا ليها حدا فاش تفيق هي الصباح، ولا في الكوزينه في الثلاجه تحلو، امركم الافكار، سي دي بوتي جيست، و اهلي عند المراره اهلي. كاين بزاف صوالح اللي يجي لهم، انا خطر كنا نحكو في هذا الموضوع، وكنا نحكو معنا زعما لخاطر احنا عندنا في الشعوب تاعنا يحسب الجنس، كل ما تبدل الجنس كل ما احسن مع امراه، قلت لهم بالعكس راك الزوجه تاعك وين ما تطول تعرف معاها اكزاكتلي هضروك، قلت لهم وين ما تطول معاها، قلت لهم احنا احسن جنس، انا ريحت مع مرتي ربع قرن، احسن جنس من في السنوات الاخيره، كي بقينا نعرفوا بعضنا، بعد نعرفوا الكور تاع بعضنا، بعد نعرفوا لا رياكسيون، نعرفوا واش يخص هذا واش يخص هذا، الور جاتهم كي شغل بيزار، قلت لهم هذه حاجه معروفه يعني بديهيه كما يقولوا، معروفه دوت كوم، باينه دوت كوم، ماهيش حاجة يعني صعيبة ولا حاجة اللي تخلعكم، وكاين هما عندهم بزاف بيسك يعرفوا هذيك تاع الإدخال والإخراج، حاسبين لازم كل خطرة جديدة، كل وحدة جديدة باش يجيك هذاك الشهوة، ولا باش تجيك هذيك خويا بيا هاد الخدمة اللي كديري فيها، ما نكذبش عليك بيا فيها بالجزائرية المغاربة، نتمنى إنه تاني تواصلي فيها والناس يفهموا هاد الأخرى ويفهموا جوبونس يفهموا كيفاش يقولوا لامبورتونس تاعها، فرونشمون راهي دي فوا تؤدي الى تصليح علاقات، وين تكون العلاقات متوتره بين زوج يقدروا يمكن حتى يوصلوا للطلاق، راهي توصل بالك تحلهم هذا المشكل هذا، ويا يمكن تكون حاجه غير بسيطه بركه، كيفاش يكومينيكي معاها، كيفاش قلنا تقدر تصلح علاقات باش يبقاو مع بعض ويعيشوا حياتهم.
والجنس راه تاني كيما الماكلة والشراب بالنسبة للطرفين. نيسيسيتي فيتال. برافو عليك عزيزتي، وشكرا، يعطيك الصحة ماكسيما. ميرسي ميهوب. هيا تشاو. تهلا.